فرصة ثمينة أمام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز من أجل ترتيب الأوراق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بعد الخروج غير المتوقع من بطولة الكأس، ليكون شعار المرحلة المقبلة هو بمثابة الفرصة الجيدة لمراجعة كل شيء وترتيب البيت من الداخل وإعادة تنظيم الفريق مرة أخرى، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي القادم، حيث ينتظر الزمالك العديد من المنافسات المحلية والقارية لتكون كل التوقعات بأن يكون الموسم القادم موسم الحصاد، في الوقت الذي يعول الملايين من الجماهير البيضاء آمال كبيرة على الفريق بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي، المنافسة الأهم للزمالك في الموسم الحالي، خصوصا أن المباراة ستكون أمام الغريم التقليدي، وستكون بمثابة فرصة جيدة لفرض الأبيض سيطرته على البطولات الإفريقية بعد التتويج الأخير لبطولة الكونفدرالية. موسم لم يكن الأفضل على المستوى المحلي، خصوصا بعد خسارة الدوري والكأس، حيث كان الموسم الماضي بمثابة الفرصة لتكوين فريق قوي ينافس على كل الألقاب خلال السنوات المقبلة بقدوم العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم عبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وأحمد حمدي، حيث ينوي مجلس الإدارة استكمال بناء الفريق بالتعاقد مع صفقات سوبر مع المجموعة الحالية من أجل مواصلة المشوار والتتويج بالسوبر الإفريقي والدفاع عن لقب الكونفدرالية والمنافسة على لقب الدوري. والآن علينا جميعا الدعم من أجل مرور هذه المرحلة الصعبة من الموسم، فالجميع يعمل من أجل ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى في أسرع وقت.